ونبدأ بتكريم المتسابقين. محمد حمزة من موريشيوس. حمزة خيار الكونغو الديمقراطية. حسن بن عمار من ليبيريا. أفسيت ماتانغ من تايلاند. إسماعيل داوود من زيمبابوي. محمد بوشهبة من بلجيكا. محمد علي محمود باه من سيراليون. حميدو كونتا من أسبانيا. سيد عمار بخاري من كندا. سليمان باتيل من غرينادا. أيوب بولا من باربادوس. سورو محمدي من بوركينا فاسو. شيما ياس حسن من رواندي. خير الله روزييف من أوزبكستان. عبد الله سو من الغابون. مودو صل من السنغال. عبد الله بغاندوف من روسيا. عبد الباقي سليك من تركيا. عبد المعين نور الدين حسن من أثيوبيا. تزيسا بيرا مشاكا من بوروندي. حبيب الله بن كرامة الله من قرغيزستان. ظافر عبد الله ظافر من سريلانكا. شاهد فاروق من نيبال. أمير بارنكيوس من جنوب أفريقيا. عبد الرحمن طوقان من إيطاليا. هلال جاي جزر القمر. سفيان أقشورة هولندا. محمد صالح أفريقيا الوسطى. آدم حودو من بنين. واغو محمد من كونغو برازافيل. بها محمد الأمين بين من موريتانيا. جساما جليل من توغو. عبد الرحمن يوسف عمر من جيبوتي. الحسن كيتا من غينيا كوناكري. ياسين بن صالح من تونس. محمد طلحة شرجيل باكستان. محمد طارق محمد صادق أكرمي من الهند. أبو بكر فان من ساحل العاج. محمد حمزة فوهرا من الولايات المتحدة. حمزة لزعر من المغرب. عبد الله إبراهيم كلي من غانا. محمد قندو من غينيا بيساو. محمد إيزول بن زاهدي من ماليزيا. نايزو لات من ميانمار. موسى كمارا من غامبيا. محمد مختار ذو الحلمي من أندونيسيا. عباس عبد الناصر معلم من المملكة المتحدة. أحمد إبراهيم من الدنمارك. عمر عبد الله من تنزانيا. محمد الأمين من البوسنة. حسن عبد الله فنلندا. محمد بن عبد الله المعمري من سلطنة عمان. حسن كاتونغلي من أوغندا. مالك خريفيش كازاخستان. مفتي سارو من الفلبين. عبد الرؤوف بوشلوش من الجزائر. لطف الله خالقوف طاجكستان. عناية الله قانت أفغانستان. الحاج درامي من مالي. عباس محمد من نيجيريا. عبد الرحمن علي من البحرين. محمد بسام من لبنان. موسى محمد الطاهر من نيجر. محمد أحمد نور من الصومال. أحمد أمين الياسي من الإمارات. أحمد رفعت محمود أبو المعاطي من مصر. عبد الرحمن محمود من الأردن. ومحمد جواد كاظم محمدي مجد من إيران. أما العشرة الأوائل في هذه الدورة فذهبت إلى المتسابقين التالية أسماهم: عبد الرحمن عبد الرشيد شيخ علي صوفي من قطر العاشر مكرر. عبد المجيد بن أحمد بن محمد فلاتة من السعودية العاشر مكرر. آدم حسن من الكاميرون الثامن مكرر. أحمد بديع أحمد طه من فلسطين الثامن مكرر. عبد الرحمن أحمد محمد من اليمن السادس مكرر. أسامة الأسمر البيتوري عبد العزيز من ليبيا السادس مكرر. سامر موفق عبد الكبيسي من العراق الخامس. محمد عبد الله آدم إسحاق من السودان الرابع. أما المركز الثالث فذهب إلى يعقوب آدم حسن من تشاد وفاز بالمركز الثالث. أما المركز الثاني عين العارفين من بنغلاديش فاز بالمركز الثاني. والمركز الأول في هذه الدورة ولأول مرة ذهب إلى الكويت: صالح خالد جاسم عبد الله علي العبيد.
صالح خالد جاسم عبد الله علي العبيد من الكويت فاز بالمركز الأول، ألف مبروك للعشر الأوائل ولبقية المتسابقين. أدعو الصحفيين لالتقاط الصورة التذكارية الجماعية. والآن أدعو فضيلة الشيخ يوسف أستس من الولايات المتحدة الأمريكية للصعود المنصة لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية للدورة 16. أدعو المصورين لالتقاط الصور التذكارية. شكرا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفظه الله لتشريفه لنا بالحضور. شكرا لجميع حضور حفل اليوم، نلتقي على خير في فعاليات أخرى بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب